اهلا بحضراتكم من جديد. ايام قليله جدا والحقيقه هيحتفل العالم كله بعيد الحب، وتحديدا في 14 فبراير الجاري. كتير مننا بالتاكيد بيحتفل كل واحد منا على طريقته، في اللي بيحتفل بخروجه حلوه او يعني عزومه في اي مكان، وفي ايضا اشخاص بتحتفل من خلال البقاء في بيتها مع هديه لطيفه لشريك الحياه. الكل بالتأكيد بيحتفل، ولكن بتختلف مظاهر الاحتفال من شخص لآخر. خلوني أقول لحضراتكم أنه منذ ساعات خرج الشيخ مبروك عطية وطلب بإلغاء عيد الحب، وأوضح أنه عيد الحب اللي بيتم الاحتفال به هو مجرد ذكرى في يوم، وأن الحب الحقيقي بيكون مستمر في كل أيام السنة. قال الشيخ مبروك عطية أنه اللي بيحتفلوا بعيد الحب بيحتفلوا بالحب ولا بيحتفلوا بالذكرى السنوية لوفاة الحب. اللي قتل زوجته كان السنة اللي فاتت بيحتفل مع مراته بدبدوب، ودي ذبحت زوجها كانت أيضا بتحتفل بعيد الحب. ده كله علشان يحتفلوا بيوم واحد في السنة، لكن سايبين طول السنة من غير ما يعرفوا الحب أو قيمة الحب. أكمل كمان مبروك عطية إنه الحب هو إحساس بيخليك تتقبل الحياة، تقبل عليها برغم مأسيها ومرارتها، لأنه ليك فيها حبيب. يعني كمان بيونت او يعني قاعده او اهم قواعد الحب بانت جدا وولدت في صوره يوسف. الحقيقه كمان استطرد الشيخ مبروك عطيه وقال حب ايه اللي عامل له عيد، لازم كلنا نحس بمشاعر بعض. بسنت يعني مجروحه وهايدي امها مجروحه وغيرهم، كل دول دي طبعا تساؤلات كان بيطرحها الشيخ مبروك عطيه. وكمان في كتير من الجرائم اللي بتتعمل باسم الحب، احنا بنحتفل بحاجه احنا اصلا ما نعرفهاش، نعمل يوم للحب اللي احنا ما نعرفوش. بيقول كمان مش نعرفه الاول علشان نقدر نحتفل بيه، اللي احنا فيه ده لا يتعدى الاعجاب، فالحب شيء والاعجاب شيء اخر. هذه العلاقات اعجاب بيعبر عنها او بيتم التعبير عنها بالحب. خلوني كمان اقول لحضراتكم انه يوم عيد الحب ده او يعني عيد العشاء هو احتفال بيحتفل بيه كتير جدا من الناس في العالم في يوم 14 فبراير من كل عام، وبيحتفلوا بذكرى يعني بيحتفلوا من خلالها بالحب والعاطفه. كل واحد بيعبر يعني للشخص اللي بيحبه على طريقته الخاصه، ممكن من خلال ارسال بطاقه معايده او اهداء زهور وغيرها من يعني العادات اللي اعتادوا عليها مختلف الأشخاص في جميع أنحاء العالم. أما في مصر فبيحتفل المواطنين بعيد الحب في 14 فبراير من كل عام، كما يحتفل أيضا المصريون بعيد الحب للمرة الثانية في يوم 4 نوفمبر من كل عام، بيحتفل المصريين بعيد الحب مرتين في السنة. دي كانت تغطيتنا حول تصريحات الشيخ مبروك عطية يعني عن يعني عيد الحب ورأيه في هذا اليوم. بشكركم شكرا جزيلا للمتابعة، وإلى اللقاء في تغطيات ومتابعات جديدة.